في جونيور وان السنة دي هياخدوا شكل الماني ويعرفوا اسمها، يعرفوا ان ده كده اسمه 1 pound 5 pounds 20 pounds و 50 pounds ودي 10 pounds. يبقوا عارفين شكل الماني وعارفين التو فيسز بتاعتها وعارفين equal what، عارفين ان انا لما اروح اشتري حاجة من مكان بيكون مثلا معايا شكل الماني دي، بشوف ايه المناسب ليها. يعني لو انا هشتري توي ب 23 pounds يبقى أنا محتاجة 1 paper من ال 20 pounds دي، ومحتاجة معاهم كمان 3 pounds من اللي كل واحدة فيهم ب 1 pounds عشان يبقى 20 plus 3 equal 23 pounds. طيب لو أنا عندي 2 papers من اللي ب 10 pounds، ما هو 10 plus 10 equal 20. يبقى أنا لو عندي التوي اللي هشتريها ب 23 pounds يا إما يبقى معايا 1 paper من اللي ب 20 pounds مع 3 coins، يا إما يكون معايا 2 papers من اللي ب 10 pounds plus ال 3 coins اللي من 1 pound. طيب هنا مثلا أنا معايا كام؟ أنا عارفة إن شكل البيبر دي ب 50 pounds plus دي كام؟ 10 pounds، وهعمل plus عادي جدا. units tens units tens as a sign is plus units plus units 0 plus 0 equals 0، ونكتب كده units و tens عشان نكتب كل حاجة في مكانها، و tens plus tens 5 plus 1 equals 6، يبقى هما الاتنين على بعض 60 pounds. طيب هنا دول يبقوا كام pounds؟ ال paper دي ب 10 plus دي 5 pounds يبقى 5 plus 1. طيب 5 plus 1 equals 6، بدل ما نكتب 5 plus 1 نحطها 6 على بعض على طول، يبقى 10 plus 6 equals 16 pounds. هنا 20 plus دول 2 coins كل واحدة منهم ب 1، يعني هما الاثنين 2 pounds، يبقى هما الاثنين 22. بنعمل plus ازاي لنمبرز يكون واحد فيهم من 2 digits وواحد من 1 digits؟ ال 1 digit دي هي اليونتس، والتنس هنا مفيش حاجة مكانها، وهنا يونتس وتنس، ويونتس بلس يونتس 0 بلس 2 equal 2، والتنس هنا 2 مفيش حاجة في التنس هنا، the tens go down، التو تنزل زي ما هي يبقى 22. وهكذا هنا في كل النمبرز في كل الماني نفس الحكاية، بنحط النمبر اللي مكتوب على الماني ونعمل له بلس عشان نعرف توتال الماني اللي معانا. هنا 50 بلس 20 equal 70، 70 بلس 10 equal 80، 80 plus 1 equal 81، 50 60 70 80، يبقوا دول 80 pounds.